السلام عليكم. من الفيديو ده بإذن الله هيكون بداية بارت 2 من شابتر 7، وهتكون هي دي بدايتنا مع الباترن. احنا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات ان احنا عندنا شوية اسئلة والمفروض ان لها اجابات. الاجابات دي هتوديني هو ان انا ازاي اعمل ليست وايه هي المقترحات بتاعتي. طيب من خلال المقترحات اللي احنا قلناها دي بقى المفروض ان انا ابدأ اطبقها بشكل فعلي في باترن عشان تبدأ تفهم قصدي من كل كلمة انا شرحتها لك في الفيديو اللي فات. فعشان ناخد الموضوع ده بشكل عملي فهيكون بدايتها هو في الجزئية دي وهي الباتر. بقولك هو انت ممكن يكون فعلا عرفت او عرفت ايه هو الغرض من ان انت تعمل لستة وازاي انت تعرفها وتعرضها بالنسبة لك، ولكن هو لحد حالا بقولك معلش انا ما اديتلكش امثلة. فهيكون بدايتنا من الفيديو ده هو ان انا هبدأ اشرح لك مجموعة باترنز معينة، هبدأ من خلالها اوصل لك طريق كل واحدة في عرض اللستة من خلالها. المفاجأة هنا هو ان انا فعلا شرحت لك اول باترن ده في الفيديو اللي فات اثناء ما انا كنت بشرح، حتى هو لسه العلامة اهي انا اتعمدت ان انا مشيلهاش. فخلينا برضو هنعدي عليه بشكل سريع عشان نبقى احنا معدناش حاجة. من اسمه تو بانل سيلكتور اور سبليت فيو. طب يعني ايه بانل؟ طيب انا حابب ان انا افهمك يعني ايه بانل قبل ما ابدأ. جايز الموضوع ده يكون سريع معاك، عنك ما اتشالتي اهي اتشالتك. طيب فكرة البانل او السبليت هو ان انا يعني ان انا اما اعمل مثلا جزئية معينة كده احط فيها بعيد عن الليست خالص، احط فيها ايكونز وصور وبحط فيها كونتنت معين، فانا كده دي اسمها بانل. هي كديفلوبمنت او كبرمجة هي مش هتفيدني في اي حاجة، هي زي تقول ايه كونتينر كده اقدر احط فيه مجموعة ايتمز، فانا دي اللي انا اقدر اقول عليها بانل. طب ليه تو بانل؟ لان هو مقسمهم لك الاتنين، بانل هيعرض فيها الليستة بتاعتك وبانل تانية هيعرض فيها الكونتنت، فهي دي الفكرة اللي فيها. فبقول لك زي ما هو معروف ان فكرة ان انت تعمل سبليت هو ان انت بتقسم حاجة جنب حاجة، فانت بقول لك تو عندك اتنين بانل بتقسمهم سايد باي سايد، نفس الفكرة البانل اهي وبانل اهي. طيب في اول واحدة انت بتحط فيها مجموعة الايتمز اللي عندك، في تاني واحدة بتعرض الكونتنت بتاع كل عنصر، كل عنصر هو اكتف بالنسبة لك. يعني ايه؟ يعني انا لو ضغطت على ريسنتلي بلاي دي فهي دي بالنسبه لي الاكتيف اللي هيتعرض بالنسبه لي المحتوى بتاعها هنا، لو ضغطت على اول بلاي ليست دي فهيعترض هيعرض المحتوى بتاعها هنا اللي انا واقف عليه. طيب ده كده كلام جميل. طب انا هستخدمها امتى؟ ما قال لك خلاص انت عندك مجموعه من الايتيمز، ولكن الفكرة اللي هنا ان انت حتى كل ايتم ده هو مش مجرد هتعرض عنه كلمة وخلاص، لا ده كل عنصر من الليستة دي هو فيه كلام مثير للاهتمام ومهم جدا بالنسبة لك اللي انت تعرفه، وممكن يكون ايميلز او مسج او ايميج بشكل كبير. اقصد ان العنصر اللي هيتعرض او الكونتنت بتاع كل عنصر هيتعرض هنا هو مفيهوش كلام خفيف وخلاص، لا هو فيه فعلا كلام دسم محتاج ان انت تعرفه. طب هستخدمه امتى؟ قال لك ان انت بالنسبه لك فيه شويه احتمالات. اول حاجه مثلا ان انت بتقلل فعلا الفيزيكال ايفورت اللي انت مضطر تبذله عشان تروح من مكان لمكان. خليني اقول لك كده يعني ايه، يعني ايه هو انت هنا لو جيت، هل هو انا مضطر ان انا اضغط على اكتر من بطن او اكتر اعمل اكتر من عمليه نافيجيشن عشان اروح من مكان لمكان؟ الكلام ده مش طبيعي، هي مجرد ضغطة واحدة بس هتعمل لي عملية نافيجيشن دايركت ان هي تعرض لي الكونتنت اللي هنا. فانا عملت قللت الجهد او الطرق اللي انا محتاج اروح بيها اعرض الكونتنت، فانت مش مضطر ان انت تخلي عينك دي تسافر بيها كده فعلا زي ما هو موضح بالمنطق او بالتعبير اللي هو ده المجازي ده، ان انت تروح وتتنقل وتعمل عمليات نافيجيشن كتير، هي مجرد سنجل كليك بتعرض لك المحتوى بتاعها في النص. طيب تاني حاجة هي بتقلل الكوجنيتيف لود. يعني ايه؟ ان انت برضو فكرة الحمل بالنسبة لعين الانسان وهو بيشوف او الحمل البصري لليوزر وهو بيشوف هو مش هيتعب برضو زي ما احنا قلنا، هي مجرد سنجل كليك فهتعرض لك الحاجة دي على اليمين في الكونتنت بتاعك على حسب الكونتكست اللي انت واقف فيه، يعني انت واقف في انهي كونتكست في انهي ايتم. بعد كده هي هتقلل لك فعلا الحمل او بالنسبة لذاكرة اليوزر بقى، هو مش محتاج يحفظ حاجات كتير بالنسبة له لأنه هو عارف ان هو انا مجرد عندي ليست على الشمال وبعرض الكونتنت هنا في النص على اليمين، فانا هضغط على اي عنصر من عناصر الليست هيعرض لي المحتوى بتاعه في النص، فهو مش هيتعب في ان هو يحفظ حاجة بالنسبة له في ذاكرته او في الميموري عنده. طيب وممكن برضو يحط له فكرة الساين بوست اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في شابتر 3، كنا قلنا ان هو ممكن اعرفه في كل شوية انت واقف هنا، اسيب له دايما لافتات كده اللي كنا اتكلمنا عنها بالتفصيل.
طيب من خلال الفكرة دي بقى أصلا، أو إن أنا أنفذها بفكرة التو بانل، إن أنا بخلي الموضوع سريع بالنسبة لي، لأن أنا كده مش مضطر إن أنا أحط حمل كبير على الأبليكيشن أو على السكرين اللي أنا واقف فيها، لازم أروح لسكرين تانية. الموضوع بسيط خالص، إن أنا واقف في نفس السكرين، مجرد ما بضغط على أيتم على الشمال يعرض لي المحتوى بتاعه في النص، فأنا كده مش مضطر إن أنا فعلا زي ما قلت لك إن أنا أعمل حمل على الأبليكيشن. طيب وأنا أعملها إزاي بقى؟ فكرة ازاي دي احنا شرحناها ضمن واحنا بنتكلم، ان انت بتحط عندك بانل على الشمال بتعرض في الليستة بتاعتك، وعلى اليمين بتحط المكان اللي انت هتخزن فيه الكونتنت او هيتعرض فيه الكونتنت بتاع كل عنصر. شرحنا ده بالتفصيل بقى في الفيديو اللي فات، ان هو ان انا خلاص جبت لك الامثلة حتى لسه هي هنا ما اتحركتش. وعلى كده بقى ده زي الابل ايمج يعني. طيب انت المفروض ان انا يعني انا رجعت لك هنا، انا حبيت ان ارجع، انا عايز ان انا اقول لك ان هنا هو مش مستخدم فكرة بس اللي هو تو بانل، لا هو مستخدم باترن تاني بشكل ضمني في جزئية في الفكرة اللي في النص، اللي هي البانل اللي في النص اللي انا بعرض فيه الكونتنت ده. ازاي؟ بعيد عن الليستة وبعيد عن طريقة عرض الليستة. فكرة الكونتنت هنا هو عرضه بطريقة معينة، وهو الجريد او الكارز اللي كنا اتكلمنا عنها قبل كده، هو بدأ يعرضها لك برضه في شكل بسيط خالص، واتكلمنا عنه قبل كده بالتفصيل، حبيت ان انا افكرك بيها بس. وان ويندو دريل داون ده الباترن التاني. طب ايه فكرته؟ هو من اسمه ان هو بيقول لك زي دريل داون، يعني تعمق، وبيخلي لك كل التفاصيل كلها في سنجل سكرين او في نافذة واحدة. يعني ايه برضه ما فهمتش؟ يعني انت وليكن انت اخترت ان انت محتاج تعرض عنصر معين، ايتم معين من الليستة بتاعتك، فكل تفاصيلها وكل الكونتنت بتاعها هي تتعرض في نفس السكرين عن طريق ان هي بتبدل الليستة اللي كانت موجودة دي بالكونتنت الاساسي. يعني ازاي؟ انا حبيت ان انا اعرض مثلا، انا عندي اتنين، عندي ليستة اهو، الليستة دي فيها اتنين ايتم، ده بالنسبة لي هو ايميل مثلا. اه هو فعلا ده الماك ميل، يعني عندي اللي بتعرض فيه الايميلز في الاوبريتنج سيستم اللي هو الماك. عندي لسته فيها اتنين ايتم، حبيت ان انا اعرض اول واحد هنا، فانا لما ضغطت عليه هو في نفس السكرين، هو ما اتغيرش، بدا ان هو يبدل لي المحتوى كله بان هو بدا يعرض لي دي بالتفاصيل بتاعتها هنا هي لما هو ضغط عليه. طيب بستخدمها امتى؟ بستخدمها برضو نفس الكلام، معظم الوقت هستخدمها مع الموبايل ابليكيشنز او الويب سايت، لما يكون عندي مجموعة ايتمز وكل عنصر نفس الكلام اللي احنا قلناه بالظبط، ولكن الفكرة كلها هنا ان انا ممكن يكون عندي المساحة صغيرة شوية، فانا عشان كده بلجأ ان انا استخدمها هنا. بقول لك هي نفس الفكرة، ان انا بعتمد برضو الفكرة اللي بخلاني استخدم دي هي فكرة المساحة برضو. هستخدمها ازاي؟ طريقة الاستخدام احنا قلنا البسيطة اللي احنا لسه متكلمين عنها، ان هو يبدأ يعرضها بشكل فيرتيكالي، ولما يضغط على واحد يبدأ ان هو يعرض له العناصر او الحاجة بتاعتها في المساحة الفاضية الخاصة بيها. نفس الفكرة هنا بالظبط. لو انت خدت بالك في الفيسبوك، لما يكون عندك العنصر ظاهر مثلا هو هنا على التايم لاين، تخيل اللي انت بتظهر هنا، يعني افتح الموبايل حالا بالنسبة لك وافتح الفيسبوك واسكرول على التايم لاين وهات اي بوست، لما بالنسبة لك بيكون البوست كلها ظاهرة، لكن لو ضغطت عليه من فوق هنا بيبدأ ان هو يفتحه لي فعلا في نافذة تانية. فانت ما انت بتستخدم الحاجة دي بشكل يومي وبتعملها يا سيدي بشكل يومي. ايه الجديد يعني؟ الجديد اللي انا جيت هنا قلت لك ليها اسم علمي، وهو الوان ويندو دريل داون، عرفتك اسمها العلمي ايه. طيب الباترن التالت اللي عليه الدور هو الليست ان لي، او من اسمه كده ان انت بيكون عندك عنصر تقدر ان انت تخفيه، ولكن الفكرة هنا ان هو هيكون في مكانه. يعني انت عندك مجموعة ايتمز في ليست مثلا، وانت اليوزر حابب ان هو يعرض عنصر معين منه، فهو حابب ان هو يشوف تفاصيل عن العنصر ده في نفس المكان، بقولك ان بليس، يعني دي اهم حاجة فيه وتوضحه، هي فكرة ان هو لازم يكون في نفس المكان ده. طيب بتسمح للعنصر، لليوزر عفوا، ان هو يفتحه ويقفله بشكل مستقل عن اي عنصر تاني، وده اتكلمنا عنه لما كنا اديت لك مثال هنا، كنت قلت لك ان هو لو عندي كذا عنصر تحت بعض كده، وتبدا ويبقى عندك مثلا حاجه زي سهم، لو اتكيت عليه مثلا يبدا ان هو يعرضه، ولو ضغطت عليه تاني هيبدا ان هو يقفله. طب الفكره دي هي اكيد معتمده على الترانزيشن والانيميشن، ان هو انا خفيها، لكن وانس ان انا ضغطت عليها يبدا ان هو يعرضها لي، ولما اضغط عليها تاني يخفيها لي تاني. طيب مديك طبعا ماشي المثال ده، بقول لك بتستخدمها امتى؟ نفس الكلام، انا عندي مجموعة عناصر وكل واحد فيهم مهم جدا ان انا افتحه واعرف عنه تفاصيل زي كذا، ما فيهوش اي جديد، كل الفكرة ان الايتم ده بيكون بتظهره مثلا بشكل فيرتيكالي، وبرضه هو الكلام ده قديم، وبتقدر ان هو معمول له استراكشر بالشكل اللي هو يبقى مناسب للعمود والمساحات الضيقة زي مثلا اللي بيستخدمها في الموبايل.
هستخدمها ليه؟ لان العنصر ده هو محتاج ان انا اعرض تفاصيله في نفس الكونتكست اللي انا شغال فيه اللي هو الخاص بالليست، وابدأ اعرضه تحت بعضه من غير ما اغير اي مكان ليها. طيب ازاي بقى؟ انا ضربت لك لها مثال، فكرة ان انا اعملها تحت بعضها كده، ان انت لما اليوزر يضغط على واحد فيهم فهو يبدأ يفتحه في نفس المكان. دي اهم حتة فيه عشان ان هو محتاج ان هو يعرضه. طيب لما العنصر ده يتفتح بقى ايه اللي هيحصل؟ ولا اي حاجة، هيبدأ يعرض كل التفاصيل اللي هي اللي تحته او اللي سبست منه، ويكون في مثلا زرار زي كلوز او اكس او ان انا اعمل سهم عكسي كده، فيبدأ ان هو يقفلها لي تاني. حاجة زي كده مثلا زي الابل اي او اس فويس ده، ان هو ان انا عندي مثلا شوية فويس وعايز اعرضها، فانا لو ضغطت على واحد دي الجزئية دي اوريدي كانت مخفية، اللي هو الشريط اللي بيبين لي انا فين ولو عايز امسحه واشغله وادي مؤخر هي كانت مخفية. لكن لو جيت ضغطت على واحد فيهم هيبدأ ان هو يظهرها لي تحتها كده، لو ضغطت عليه تاني او قفلت هيبدأ ان هو يخفيها او يقفلها لي تاني. حاجة زي كده مثلا برضو ان هو ده اصلا كلها بنفس الشكل اهي، ولكن هنا هو مثلا عامل 2 موديل جوه بعض، فهو لما اضغط عليه بيبدأ ان هو يظهر لي التفاصيل بتاعته. طيب سايب لك هنا اسم كتاب شارح فيه جزئية الليست ان لي دي بشكل مفصل، وسايب فيها باترن كتير زي الدايلوج ان لي وديتيلز ان لي، لو انت حابب تتعمق في الموضوع بشكل اكبر. الكاردز، وانا متأكد ان احنا مش هنقعد فيها فترة كبيرة لان احنا شرحناها قبل كده في كذا باترن او قابلتنا كتير، ولكن خلينا نعدي عليها بشكل سريع عشان يبين لك هنا مدى جمدانها. بيقول لك ان الكارد دي هي اكتر عنصر ممكن يكون فليكسبل ومرن معاك اثناء الاستخدام، فهي بتعتبر ان هي بيكون هي حاوية برضو اقدر احط فيها اكتر من كومبوننت مع بعض. يعني لو بصينا هنا مثلا على اي عنصر من العناصر دي مثلا، هتلاقي ان هو ان الليست عبارة ممكن تكون عن صورة وفيها كلام، وممكن اخد عليها اكشن زي القلب ده ان انا ممكن اضيفها للفيفوريت عندي وهكذا. وبرضه بستخدمها اغلب الاحيان يا اما في الموبايل ابليكيشنز او حاجة زي مواقع الاخبار بشكل عام، هي اللي فعلا بتستخدم الكارد اغلب الوقت. نكمل، قال لك ان هي ممكن تحتوي على ايمج وتكست وحتى اكشنز. الاكشنز بالنسبه لنا زي اللي كان القلب، ان انا اقدر اضيفها للفيفوريت بالنسبه لي، بقدر ان انا اصممها. قال لك في الابليكيشن والموبايل مفيش كلام جديد، وهي يعتبر مرن معايا والكلام ده. طيب بستخدمها امتى؟ طيب فكرة استخدامه امتى دي هي مش جديدة برضه. هو انت ان انت عندك عناصر مثلا ثابتة في الشكل، يعني هي ليها نفس السلوك ونفس الشكل ونفس كل حاجة، ولكن باختلاف الكونتنت. هو زي ما احنا شفنا هنا ان مثلا لو جيت ابص هنا هلاقي ان انا كل عنصر مختلف عن التاني في اسمه والحاجة اللي بيعرضها، ولكن هو كشكل او اسطمبة فهي ثابتة. فقال لك ان هي نفس العنصر مثلا ممكن يكون في ايميج او تكست، وممكن اخد عليه اكشن زي ان انا اضيفه للفيفوريت وهكذا، وممكن ان انا الينك ليه عشان لو ضغطت عليه. يعني فعلا هو اكيد مش كل واحد من دول هو ده كده بس، لا اكيد في تفاصيل كتير. طب انا عايز اعرض التفاصيل دي، نفس الفكرة اللي قلناها من شوية في الفيديو ده او الفيديو اللي فات، ان انا لما اضغط عليها بقى يبدأ يفتح لي صفحة تانية او اي طريقة ايا يكن ايه هي الطريقة، فعشان يعرض لي الديتيلز الخاصة بيه. ولكن بقول لك انت محتاج، يعني فكرة ان انت عملت كوليكشن اوف ايتم دي تمام، ولكن خد بالك ان هي مش شرط ان هي تكون نفس المساحة، ممكن تتغير في المساحة او الاسبكت ريشيو الخاصة بيها. دليل مثلا لو جيت ابص هنا هلاقي ان هي فعلا مش نفس المساحة اللي عندي، يعني في صور صغيرة صور كبيرة مختلفة. لو بصيت على العنصر ده هتلاقيه مختلف، لو جيت تبص على دي مثلا هتلاقي ان هي برضو مختلفة في طريقة العرض، ممكن في حاجات فيها تكست حاجات ما فيهاش تكست، صور كبيرة صور صغيرة وهكذا. طيب بستخدمها ليه؟ خلاص نفس الفكرة، انا بقول لك انا بستخدمها معظم الوقت يا اما في الموبايل يا اما في الويب ديزاين، وفي الويب ديزاين بتكون في الحاجات اللي فيها اخبار يا اما الاونلاين ستور زي المبيعات. يعني لو جيت ارجع هنا مثلا هلاقي ان هو مقسمها لي فعلا لكارد، وكل كارد فيها التفاصيل او السعر بتاعها واسم المنتج، وكلهم بنفس الشكل بالظبط مع اختلاف الكونتنت بتاعها. وعشان اعرض التفاصيل فانا بضطر ان انا اضغط عليها، فهيعمل لي عملية نافيجيشن يروح يوديني يظهر لي كل تفاصيلها، مفيش كلام جديد بقى. طيب قال لك هستخدمها ازاي؟ ما احنا خلاص قلنا هستخدمها ازاي، طريقة العرض بتاعتها بنقول الكلام ده ضمني اثناء الشرح. هي نفس الفكرة هنا بقى اهو، لو انا جيت اعرض هنا الاقي ان هو عارضها لي فعلا، عامل لي كارد فيها صورة وفيها مثلا اسم الحاجة دي وبعد كده تفاصيل عنها وبعد كده تحت الريت وسعرها،
جاب لك مثلا مثال تاني وقلنا ان هي بتستخدم معظم الوقت في الحاجات اللي فيها مثلا زي ان هي يعرض لك زي مبيعات او صور او مطاعم وهكذا. فانت في المثال اللي زي ده نفس الكلام مثلا ده حاجة لمطعم اوبر تقريبا. وقول لك برضه لو انت حابب ان هو يكون تقرأ تفاصيل او تعرف حاجات اكتر عن النوعيات دي فانت ممكن تروح للتو لينكس دول. طيب في الباترن ده اللي هو الثامبنيل جريد ده هو كل الفكرة اللي فيه ان انا لما اجي اعرض عنصر ان هو طريقة عرض العنصر ده بتكون متشابهة في كل حاجة. يعني على عكس الكارد، كان الكارد الميزة اللي ممكن تكون مش لطيفة فيه ان انا بيكون عندي مش شرط يكون ليهم نفس الاسطمبة، يعني ممكن اغير. يعني انت لو ركزت هنا نزوم شوية هتلاقي ان الصور مش ليها نفس الحجم في كل مرة، يعني مش مثبتها. آه الكلام مش دايما بيعرض كلام وتكست، يعني هتلاقي مثلا هنا عرض ان انت تضيفها للفيفوريت وطريقة عرض مثلا حط سكريبشن هنا لأ. فدي الفكرة اللي انا بتكلم فيها، انما في الثامبنيل جريد هو مثبت طريقة العرض نفسها، واغلب الاحيان او في معظم الاحيان ان ما كانتش كلها انت بتستخدمها عشان تعرض صور، وفي نفس الوقت هي بتكون ثابتة في طريقة العرض بتاعتها مفيش فيها جديد. يعني لو جيت تبص هنا مثلا هتلاقي ان ده جوجل اب فوتو موجود على كل تليفون فينا، فطريقة العرض بتاعتها واحدة وعرض لك الصورة والعلامة اللي هي بتاع السينكرونايز دي بس. طيب بستخدمها امتى؟ قال لي برضو ان انا عندي حاجات فيجوال، وقلنا ان هي بتستخدم معظم الوقت او ما كانتش اغلبها مع الحاجات زي الصور، هي كلها فيجوال فعلا وسكرين والكلام من ده. طيب بستخدمها ليه؟ ما احنا قلنا الكلام ده بشكل ضمني برضه فانا مش عايز اكرر فيه. حاجة مثلا زي كده زي الماك فايندر مثلا لو جيت تبص هتلاقي ان هي نفس الطريقة بالظبط، يا اما بيعرض صورة يا اما الفولدر واسمه كلها ثابتة. لو جيت تبص مستحيل تطلع اختلاف، هو الكونتنت فعلا اللي بيختلف مش الديزاين بتاع الصورة. حاجة مثلا زي دي فلو انت بتعمل سيرش فهو بيظهر لك برضه نفس الكلام، الصورة واسمها، الصورة واسمها، مش هيعرض اي حاجة مختلفة مهما عملت. طيب حاجة مثلا هنا زي جوجل درايف، وجوجل درايف بيعرض لك الكونتنت بتاعه وتحتها اسمها فقط لا غير. والله بقى يا سيدي انت حبيت تعرف تفاصيل يبقى اضغط اعمل كليك على اي واحدة فيهم فيدخلك للتفاصيل، ولو انت عايز برضو تفاصيل اكتر فانت معاك اللينكس دول ممكن ان انت تروح عليه. نوقف لحد هنا ونكمل بإذن الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.